تواصل مصالح الأمن بالولاية مرفوقة بمصالح التجارة خارجتهما الميدانية للوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي على مستوى المحلات التجارية والفضاءات العمومية التي تعرف توافد المواطنين، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعية والفردية. الاخر تاع الباب ثاني. في إطار إجراءات وتدابير احترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وفي ظل تزايد عدد الإصابات بهذا الوباء وسط المواطنين، تواصل مصالح أمن ولاية المدية خرجاتها الميدانية رفقة مصالح التجارة للولاية للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المحلات التجارية والفضاءات العمومية التي تشهد توافدا للمواطنين عليها، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعية والفردية. كما تهدف هذه الخرجات إلى تحسيس وتوعية المواطنين قصد رفع درجة الوعي لديهم للالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما ارتداء القناع الواقي والالتزام بالتباعد الجسدي.